نعم. أنا كنت أريد أن أسألك عن إعصار ميلتون الذي ذكرته، هو حتى الآن حصيلة أولية منذ ليلة الأربعاء، حتى الآن 14 قتيلا، هو ما زال في بداية اليابسة، وهل سيؤثر على الدعم الاقتصادي الأمريكي لإسرائيل؟ ولكن أنت قلت في النهاية أوراق خضراء لن تؤثر، ولكن الذي سيؤثر هو الموارد الطبيعية. عندما نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط أو على الأقل منطقة الجزيرة العربية وما حولها، هي تضخ للعالم 14 أو 25% من نفط العالم و14% من غاز العالم. هل هذا سيؤثر إذا ما تحدثنا عن وقف أو حتى صعوبة هذه الإمدادات بعد الضربات التي تحدث من الحوثي في جنوب البحر الأحمر، وقف قناة السويس، صعوبة نقل المواد عبر العراق وسوريا، وكثير من توقف الأجواء حتى بسبب الصواريخ المتبادلة؟ يعني كل هذا سيؤثر على موارد رئيسية يستفيد منها العالم. والله هو يعني هذا التحليل الذي تفضلت به في سؤالك تحليلا منطقيا ومعتبرا، ولكن يتوقف ما تفضلت به على مدى تطور الحرب الحالية. الحرب القائمة الآن هي يعني إحدى بؤر الحرب العالمية الثالثة التي تفجرت بالاقتتال الروسي الأوكراني أو بمحاولة روسيا دخول أوكرانيا أو الاستيلاء على أوكرانيا. إذن الحرب الروسية الأوكرانية كانت البداية الحقيقية للحرب العالمية الثالثة، وما يحدث الآن من الحرب على غزة والضفة ولبنان هو امتداد لهذه الحرب العالمية. وأسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، لأن يعني الحرب أخي الحبيب تندلع حتى تجبر الطرف الآخر للجلوس على طاولة المفاوضات. هكذا تقوم الحروب الطبيعية في العالم، تقوم الحرب حتى يجبر الطرف الآخر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. أما الحرب الحالية فهي يعني نتنياهو ومن معه يخشون يعني المحاكمة على الهزيمة، ويخشون القضايا المؤجلة أو البركونة أو اللي يتعمل عليها يعني زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية هولد، بسبب أنه رئيس لوزراء إسرائيل، لو فقد هذا المنصب وهذه الحصانة لدخلت سجن مباشرة، وبدأت يعني استكمال محاكمته في قضايا الفساد التي اتهم بها. فهو يهرب الحقيقة من قضايا الفساد التي عليه من ناحية، ويهرب من مسؤولية الهزيمة أمام فصيل صغير هو الأصغر والأقوى والأكثر إرادة، والذي كسر إرادة العالم اليوم على يعني هذا الشريط الصغير في قطاع غزة، يحارب الصهاينة ويحارب المارينز وتحارب بعض الوحدات الألمانية وأيضا وحدات عسكرية من دول عربية لا أحب أن أسميها، ولكن هذا معلوم للخواص وبعض العوام. الجميع يحارب هؤلاء الذين هو يعني هؤلاء الأبطال الذين يكتبون التاريخ. يعني الذي قلته يعني حضرتك في مسألة يعني توقف سلسلة الإمدادات من البترول والغاز، مسألة تتعلق بمتى يعني ستتوسع الحرب أو أن هناك هدنة وسوف تتوقف الحرب ربما لشهر لشهرين لثلاثة. أنا أتوقع أن الحرب ستستمر وستتوسع، ولكن إن توقفت فستكون لإسقاط الأنفاس واكتساب أو إعادة يعني توزيع القوات هنا وهناك في البحر المتوسط والبحر الأحمر
وما إلى ذلك. طيب. وعلى الأرض أيضا. لكن الحرب مستمرة، وأتوقع أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بتحرير الأقصى قولا واحدا إن شاء الله. طيب دكتور علاء، أنا أريد أن أذهب أو أعرج قليلا على الضغوطات الاقتصادية على دول الجوار بالنسبة لفلسطين وفلسطين المحتلة. إذا ما بدأنا سريعا في مصر، مصر ما يتعلق بحالتها الاقتصادية قبل طوفان الأقصى كانت تعاني من حالة اقتصادية سيئة، وهذا ما قاله خبراء صندوق الدولي، ولكن بعد طوفان الأقصى هناك حالة سيئة أكثر بعد تراجع حصيلة قناة السويس، وتراجعت حتى الآن بنسبة 6 مليارات كما قالت الرئاسة المصرية. على الطرف الآخر واستكمالا لهذا المشهد، مثلا ما يحدث في أسعار البنزين والغاز في مصر، ربما نذهب إلى أن تكون بالسعر العالمي كما قال رئيس الحكومة المصرية، يعني ربما تعادل 60 جنيه للتر الواحد. كيف تقيم هذه الآثار الاقتصادية على دول الجوار، وإذا بدأنا من مصر سريعا؟ الحقيقة الحالة المصرية حالة فريدة. مصر دولة كبيرة بشعبها وكبيرة بمواردها وكبيرة بتاريخها وكبيرة بتأثيرها. مصر هي العدو الرئيسي والأساسي للكيان الصهيوني، أو يعني دعني أقول يعني بشكل أكثر وضوحا وتحديدا، الشعب المصري هو العدو الرئيسي للكيان الصهيوني الذي تخشاه القيادات الصهيونية وتخشى قيامه وتخشى قيامته. لذلك ترى ما يحدث من يعني حرب اقتصادية شديدة على مصر، ولكن عارف حضرتك يعني لما يعني بعض البلطجية يعني أنا عذرا على هذه الألفاظ، ولكن يعني عندما يريدون أن يؤذبون أو يؤذبوا شخصا ما فيعني يعني يضربونه ضربا مبرحا، ولكن يعني مهنيا أو حرفيا، بحيث لا تظهر يعني آثار الضرب ولا يموت. يعني هم يضربونه ولكن لا يريدون قتله. هكذا يفعل بالاقتصاد المصري وهكذا يفعل بمصر. لا يريدون مصر أن تموت ولا يريدون أن ينهار الاقتصاد المصري، لأن مصر كدولة هي الدرع الرئيسي لحماية الكيان الصهيوني، وأما الشعب فهو العدو الرئيسي الذي هو خلف هذا الدرع. إذن ما بين الكيان الصهيوني وبين الشعب المصري هناك درع، هو درع الدولة. هذه الدولة لا يمكن إسقاطها. وكما ترى الآن مجموعة البنك الدولي وكل المؤسسات المالية حول العالم في الاتحاد الأوروبي وفي الصين واليابان وكذا يقفون مع بعضهم البعض بالإضافة إلى دول الخليج لحماية الاقتصاد المصري من الانهيار، لا يعني لدعم الاقتصاد المصري. لا أحد يدعم الاقتصاد المصري، ولكن الجميع يحاول أن يحمي الاقتصاد المصري من الانهيار فقط. يعني بيعلقوا حضرتك الجلوكوز علشان عشان ما يموتش، لكن هم مش عايزينه ينزل من على السرير. يعني الاقتصاد المصري لن يخرج من الرعاية المركزة، ولكن سيحرصون على عدم موته. هذا هو الوضع في مصر. طيب إذا امتدت الحرب أكثر من ذلك، هل سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصري رغما عن أنف عن كل من يحاول أن يدعم الاقتصاد كما تقول؟ الاقتصاد المصري ما في شك انه تأثر بطوفان الأقصى تأثرا شديدا، نفس التأثر الذي بالعكس يعني التأثر الاقتصاد المصري سلبا بطوفان الأقصى كان أشد حدة من تأثر الاقتصاد الإسرائيلي. يعني الاقتصاد المصري تراجعا شديدا جدا أكثر من الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا بسبب يعني هيكل الاقتصاد المصري واختلافه عن هيكل الاقتصاد الإسرائيلي. هيكل الاقتصاد الإسرائيلي هيكل مصبر، يعني 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 هذه الدولة دولة الاحتلال،
تصدر التكنولوجيا، تنفق على التعليم، تنفق على البحث العلمي أكثر من مصر بكثير. فلذلك يعني العكازين كما أسميهما لأي اقتصاد هما التعليم والصحة. بمعنى أنا أريد مواطن صحيح البدن وأريد مواطن متعلم، لا أريد المواطن الجاهل ولا أريد المواطن المريض. المواطن الجاهل والمريض لا يبني دولة ولا يبني اقتصاد، ولكن المواطن المتعلم والمواطن يعني الذي يتمتع بصحة جيدة هو هذا الذي يمكن أن يبني دولة ويبني اقتصادا وكذا. ولذلك تراهم يحاربون الشباب بالمخدرات وبالخمر وبالنساء وبالسجائر وبالسهر ليلا على يعني مواقع التواصل وما إلى ذلك. هذه الحرب الشديدة على شباب المسلمين وشباب العرب والشباب المصري بالذات وإخراجه من المعادلة تماما. الشباب المصري ليس داخل المعادلة نهائيا. الشباب المصري هائم على وجهه، تائه، يعاني في يعني عقوبة التيه. هو لا يعلم هو من أين جاء وإلى أين سيذهب، ما هو تاريخه وماذا سيكون مستقبله. لا يعلم شيئا، يأكل ويشرب وينفخ الدخان ويسهر حتى الفجر وينام حتى العصر وهكذا. لذلك الصحوة ستأتي عندما يحرص المجتمع على تعليم أبنائه ويحرص الشباب على تلقي التعليم والحفاظ على صحته. عندما تمتلئ الجمات وصالات الرياضة وكذا بالشباب فاعلم أننا على الطريق الصحيح. عندما ترى كثرة في البحوث العلمية وحرص الشباب على الذهاب إلى جامعاتهم وحضور دروسهم فاعلم أننا على الطريق الصحيح، واعلم أن الدولة لن تموت وأن الاقتصاد إلى الأمام وأن في النهاية سوف نصل إلى أهدافنا. ولكن ماذا سيحدث للاقتصاد المصري إذا يعني تفاقمت هذه الحرب؟ أنا أتصور أن كلام رئيس الوزراء المصري يرد بدلا عني في هذا، لأنه حذر الشعب من أن تدهور الأمور الأمنية في المنطقة قد يدفع الحكومة إلى فرض اقتصاد الحرب على الشعب المصري، وهذا معناه يعني إجراءات اقتصادية بالغة الصعوبة قد لا يتحملها الشعب. ولكن يعني الشعب المصري شعب صبور وحمول، ويعني قادر إن شاء الله على تجاوز هذه الأزمة. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لشعوب المنطقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى النصر المؤزر والفتح المبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على المسلمين وعلى العرب وفي الجزيرة العربية وفي مصر وفي أفريقيا الأموال الحقيقية التي يملكونها دون عن العالم، النفط والغاز والذهب. هذه هي الأموال الحقيقية، الموارد الطبيعية الرهيبة الموجودة في المنطقة والتي ليست عند غيرنا. غيرنا يطبع أوراقا ملونة ويأخذ منا جميع الموارد ويعطينا هذه الأوراق الملونة نلعب بها ويضحكون بها علينا كما يضحكون على الأطفال ب يعني الحلى وبعض يعني البونبون ولا ما إلى ذلك.